تتوج لمسارات تاريخية إنسانية أصيلة ومتنوعة تجمع بين بلدين عريقين متفردين، جمهورية الهند والمملكة المغربية. اتفاقية تهدف إلى التعاون القضائي بين السلطة القضائية وبين المحكمة العليا بالهند، تعاون، تبادل الخبرات، تبادل الخبراء، خاصة في الميدان المعلوماتي ورقمنة القضائية. الهند متقدمة في ميدان الرقمنة بشكل كبير، ونريد نستفيد من هذه التجربة. نحن مقبلون على المحكمة الذكية. المحكمة الذكية أساسها هو الرقمنة. الهند دولة متقدمة في هذا الميدان، نريد أن نستفيد من جوابها. It's a great honor to be able to sign this agreement on behalf of the توقيع على هذه الاتفاقية. On behalf of the Supreme Court to sign this agreement on cooperation between our two highest judicial bodies. لصالح المحكمة العليا للهند. And it is a sign of the very strong partnership between our two countries. وهذا يدل على شيء يدل على العلاقة المتينة بين البلدين. And we were hoping to sign this agreement during the first president's visit to India earlier this year, but that visit had to be postponed. So we did not want the cooperation to be delayed any further. So we decided to sign this now. وكنا سنوقع هذه الاتفاقية في الهند، لكن مع ما وقع قررنا أن نوقعها في المغرب. We will exchange best practices. We will have our court systems understand each other's functioning. And we will look at digitization and using of technology to improve access to justice. سوف نعمل في مجالات كثيرة من ونعطي التجارب ديالنا لنفس هذا، ونعملوا المحاكم ونعرفوا كيفاش تسير في المحاكم في المغرب وفي الهند تتماشى في المعلوميات. And this cooperation is in the framework of India's own policy of partnership with developing countries like Morocco, which is a leading country in Africa, in the Arab and Islamic world, and also in the framework of His Majesty's vision for South-South cooperation. وهذا يدخل في إطار العلاقات الدولية مع الهند والمغرب، والعلاقات السياسية والرؤية ديال صاحب الجلالة والتعاون، بما أن المغرب بلد متطور في هذا. Morocco has a great tradition of jurisprudence, and I'm sure our court systems will both benefit by this cooperation. Thank you. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.